مساء الخير مشاهدي يو تي في، حلقة جديدة من برنامج هاتريك، ورحب بضيوفي في هذه الحلقة، كل من الكابتن حيدر عبيد المدرب واللاعب الدولي السابق، وأيضا أرحب بالأستاذ رائد محمد الصحفي والإعلامي الرياضي. أهلا وسهلا بك أستاذ رائد في حلقة هاتريك لهذه الليلة. إذا مشاهدينا نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. الملاكم العراقي يوسف الماجدي المتوج بطلا للعرب يفتح قلبه لهاتريك ويتحدث عن إنجازه. لاعب النجف محمد عبد الزهرة يقدم اعتذاره للمدرب أيوب أوديشو ولجماهير الزوراء. مدربون المنتخب الوطني بحاجة إلى مدرب محلي في الوقت الحاضر تمهيدا لتسمية مدرب أجنبي في المستقبل. في حلقة الليلة من هاتريك المدرب الموعود بين الانتظار والوعود، مع ضيفي الحلقة المدرب حيدر عبيد والزميل الصحفي الأستاذ رائد محمد. مشاهدينا كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذه الليلة. كان هناك اجتماع يوم أمس باللجنة الفنية أو اللجنة الفنية مع مدرب منتخب الشباب بكرة القدم الكابتن عماد محمد لمناقشة الفترة المقبلة اللي راح يخوض بها منتخبنا الشبابي تصفيات كأس آسيا في البصرة اللي راح نستضيفها في محافظة البصرة. الكادر أو اللجنة الفنية ناقشت مع الكابتن عماد محمد الفترة المقبلة، المباريات، المعسكر التدريبي اللي راح يقيمه الفريق، وكل الأمور اللوجستية اللازمة لدعم مشوار منتخب الشباب في هذه التصفيات. الاجتماع طبعا حضر مثل ما تلاحظون جون ويتل اللي هو المدير الفني لاتحاد الكرة مع الكابتن أنور جسام، بالإضافة إلى الكابتن نديم كريم المدير الإداري لمنتخب الشباب. المناقشات وأيضا الكابتن طبعا الدكتور وسام صليوة طبعا رئيس اللجنة الفنية أيضا كان متواجد. كل هاي الأمور تكلموا بها مع الكابتن عماد محمد لغرض دعم الفريق في المرحلة المقبلة اللي يستعد لها منتخبنا الشبابي للخوض أو لخوض تصفيات كأس آسيا في البصرة. كامل بخصوص التدريبات وطيناهم برنامجين بالمنهاج مالتنا. البرنامج الأول هو قدوم منتخبات للعراق تلعب ويانا إذا كانت في كربلاء أو البصرة أو النجف، بالإضافة إلى ذلك البرنامج الثاني أنه نطلع بمعسكر تدريبي. طبعا المهم بالبرنامج اللي عديناه هو وجود به 6 إلى 7 مباريات خلال الفترة القادمة. إذا لعبنا من ذن 6 مباريات أو 7 مباريات، إذا لعبنا حتى لو وصلنا إلى 5 مباريات أيضا شيء جيد. مجموعتنا اللي هي ويانا بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين اللي ما قدروا يجون خلال الفترة اللي مضت بسبب ارتباطهم بالأندية، أنديتهم ما قبلت تجي بطولة عربية غير بطولة غير رسمية. إن شاء الله بالتصفيات راح يكون موجود آلاي وشربل وبلند، بالإضافة إلى دعينا بعد اللاعبين لعبوا مع أمين الحما وأليكس مع اللي لعبوا مع المنتخب الأولمبي، وننتظر إجابات اللاعبين المحترفين، فإذا وافقوا فأبواب المنتخب مفتوحة لهم. كان هذا التصريح الكابتن عماد محمد. الكابتن عناد عبد أيضا تحدث عن الفترة المقبلة، هل ستكون مع مدرب محلي أم أجنبي؟ خلينا نتابع. النجم الكبير اليوم وين انت كابتن؟ احنا يعني دائما ما نشكل على قلة اهتمام المؤسسات الرياضية، المسؤول الرياضي بنجومنا. لا الحمد لله والشكر، احنا اكو مؤسسات داعمين لنا ويراعونا، مثل الرياضي والشباب، الاتحاد كرة القدم، اللجنة الأولمبية، احنا عندنا متواصلين الحمد لله والشكر، وابو حيدر على راس الهرم فعلى طول اتصالاتنا به ويسأل علينا وعلى احوالنا. يعني هسه الامور جيده، ليش انا اسمع من بعض النجوم بعض الرياضيين بانه الكابتن عدنان ساد بابه،
كابتن عدنان ما يدعم الرياضيين، هسه كلامك مختلف كابتن. لا 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 لا، كابتن عدنان لما تروح له ما يقصر، ترى بابه مفتوح لاي رياضي واي واحد يطرق بابه هو مفتوح. يعني احنا حتى موصلين احنا بالاستعلامات اي واحد يجي، فراسا اني من واحد من الناس راسا يدخلوني بدون انتظار وبدون كل شيء. المنتخب الوطني وضعيته كيف تنظر له بشكل عام؟ اليوم احنا من 86 لحد الان ما شفنا كاس العالم كابتن. والله تبقى انت تعرف انت الارهاصات العمل والضغوطات والاتحاد هم تقريبا هم مضغوط واللجنه الاولمبيه مضغوطه، فكل الامور كلها هي تتسيس وطريق واحد الى الهدفنا هو المنتخب الوطني، كيف احنا نعيده وان شاء الله برموزه وبهرماته وموجودين ورجاله موجودين ان شاء الله، فان شاء الله ينعاد في الفتره القصيره، بس يراد لها عمل، يراد لها عمل. زين، يراد لها عمل. انت برايك يعني كصاحب خبره، من الافضل بهاي الفتره، المدرب الاجنبي لو المدرب المحلي؟ احنا نستعين بالمدرب الاجنبي، بس المحليين اكو ناس افداد يقدر يقدم وينطو هواي، مثلا راض شنيشيل موجود، باسم قاسم مثلا، عندك هواي الرموز الموجوده الرياضيه. طبعا الكابتن عناد عبد حياتنا له من احد اللاعبين الدوليين السابقين واحد النجوم اللي تم تحميشهم خلال الفتره الماضيه. الكابتن محمد عبد الزهره وجه اعتذاره لجماهير فريق الزوراء والكابتن ايوب وديشو لعدم التوقيع معهم خلال هذه الفتره وفضل البقاء في فريق النجف. نتابع. كابتن محمد، شنو سر هذا الارتباط الوثيق بينك وبين نادي النجف؟ يمكن الموسم الثالث اليوم انت جدد بالدم، هاي يمكن ما شايفها انا قبل بالنسبه للاعبين. اكيد الجميع يمكن متعجب على توقيع بالدم لاول مره تصير، يمكن يعني حتى نثبت للناس بان احنا جتنا عروض، بس احنا فضلنا نادي النجف، وتعرف اكو ناس مغرضين يصادون بالماء العكر، يعني تعرف انت من يشوفون محبين محمد عبد الزهر كثار اكيد نوعا ما صرعتهم نوع من الغيرة. أنا أول موسم دخلت لنادي النجف أول العام أنا تنازلت عن 22 مليون للنادي للجمهور النجف، هاي بفقرة يعني كاتبها بالعقد، يعني 15 بالبداية بالعقد وبعدين تنازلت إلى 7 ملايين تقريبا. العام الماضي أنا يمكن 28 مليون نزلت للنادي. تعرف أنت الوضع المادي اللي يمر به النادي، يعني هذا ضروري يكون الناس تشوف هذا اللقاء. هذا الموسم يمكن تقييم محمد عبد الزهر عند الإدارة يمكن تقييم كبير وعند الجمهور، خلوا لي مبلغ، قالوا شنو تساعد النادي، ساعدت النادي ب 25 مليون. يمكن أنا الوحيد اللي ثلاث مواسم أنا منزل أي هذا الموسم اللي وقعته، يمكن ثلاث مواسم أنا منزل للنادي 75 مليون. الكل يعرف أنا عندي، يعني على أساس البارح عندي جلسة مع نادي الزهراء، يعني الكابتن ايوب وديشو احتذر من عنده، احتذر من جماهير نادي الزهراء من الاداره طبعا رسمي، حتى لا يقولون محمد يروج لنفسه، لا هذا شيء يعني واضح يعني بالدلائل من عدد الفرق اللي اتصلت لي، انا احتذر من عندهم. طيب الذكر الدكتور رضوان الكندي في احد مقاطع الفيديو تتذكر قال لك محمد حتى بعد الاعتزال انت تبقى بنادي النجف، لحد قال لي مدى الحياه، لا حد يقول، انا احكيها بالملأ هو يشاهد، ما حس يعني ما استفاديت شيء، حتى لحد يقول استغل دكتور رضوان واستفاد من عنده ماديا، انا دكتور رضوان ما استفاديت من عنده الا كسبته كاخ نهائيا، انا اللي انضريت يعني يعرف هو يعرف. هسه من تسيلي يقول لك محمد عبد الزهر اكثر واحد منضر وياي، لان استحي لا اقدر اطالب بمبلغ، لا اقدر اطالب للاعبين وما اطالب لنفسي، وهذا الحمد لله وشكر عندنا شيء أنا كلش أحبه، عندي قناعة، يعني عندي الألف والعشر تالاف نفس الشيء، اثنين هنا عايشني. شكرا لمحمد عبد الزهرة. أذهب إلى تقرير عدى زميل نزيه الركابي حتى تدخل في محور حلقتنا لهذا اليوم. نزيه الركابي وحيدر محمد، ومن هو المدرب الموعود؟
يعيش اتحاد الكرة أوج فتراته الفوضوية التي أنتجت لنا بالكاد وبعد اجتماعات متتالية تسمية الطواقم التدريبية للمنتخبين الأولمبي والناشئين، فيما الشغل الشاغل للشارع الرياضي وهو تسمية مدرب للمنتخب الوطني فقد أصبح لغزاً حير الجميع. فبعد الحديث عن إناطة الوطني لمدرب محلي بسبب ضيق ذات اليد، ظهر لنا معالي الوزير مؤكداً إن السيد رئيس الوزراء في طريقه لمنحنا الأموال التي تكفي للتعاقد مع مدرب أجنبي، وها نحن ننتظر التسمية. وبما إننا أصبحنا على دراية بالوعود المزيفة الكثيرة، فهنا نقول وفق المثل الشعبي الدارج: إذا مات الهام لا تقول سمسم. اللجنة الفنية في اتحاد الكرة مهمتها تشبه إلى حد بعيد تلك اللجان المشكلة من قبل الحكومات المتعاقبة بعد كل أزمة، فهم للأسف لا يمتلكون القرار ولا يؤخذ برأيهم، فتارة ينصحون بالأجنبي وأخرى يعودون للمحلي، وبذلك صار حالهم يشبه ذاك الفلاح اللي اسمه بالحصاد ومن جلى مكسور. سئمنا الوعود الكثيرة وضاق صدورنا من تنوع صور المدربين الأجانب والمحليين التي ملأت منصات السوشيال ميديا، واتحاد الكرة منقسم بين هذا وذاك، هذا يريد هذا وذاك يريد ذاك، فيما المنتخب الوطني بلا مدرب وتنتظره بطولة الأردن الرباعية الشهر المقبل، ولا نعرف من سيقود دفة الفريق. وعلى ما يبدو ووفق ما تشتهيه القلوب، فمن الممكن أن نرى السيد رئيس الاتحاد مدربا للمنتخب الوطني في البطولة الرباعية. وعلى من يستغرب الطرح، فإن الكابتن عدنان يمتلك أعلى الشهادات التدريبية وما زالت روح خضراء نحو الوقوف في المنطقة الفنية، والله من وراء القصد. شكرا نزيه وحيدر، ورحب بضيوفي مرة أخرى الكابتن حيدر عبيد والأستاذ رائد محمد. أبدأ مع الكابتن حيدر. هواي طولة سالفة المدرب من المدرب الوطني، يمكن أقول لك يمكن مستمرين شهر على هذا الموضوع، لحد الآن المدرب هل هو محلي، الاتجاه الاتحاد يذهب إلى مدرب أجنبي، لغاية الآن الأمور مبهمة وغير معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه نعزل العالم الاسلامي والشعب العراقي بمناسبه ذكرى استشهاد سيد الشهداء، وان شاء الله بوجود ائمه اهل البيت ان شاء الله هذا البلد يبقى امن رغم التحديات اللي يواجهها، وكذلك إن انه ارحب بالاخ العزيز استاذ رائد. وان شاء الله تعرف على بالنسبه للموضوع المنتخب الوطني، احنا هذا الموضوع تقريبا صار له شهر موضوع مستهلك، يعني خصوصا بالاعلان، يعني مثلا يعني من كثر ما نطلع باللقاءات صار الموضوع متداول كثيرا، يعني بحيث حتى الحلول يعني ضاعت من عندنا. نريد نخلينا نقطة بداية حتى من عندها ننطلق لتسمية مدرب المنتخب الوطني أو مدرب المنتخب الأولمبي، حتى بعد ذلك نخلي في استراتيجية معينة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات مثل ما أرادوا أعضاء الاتحاد أنه ممكن في السنوات يعني القادمة إن شاء الله نصعد لكأس العالم. لكن لحد هاي اللحظة إحنا نقطة البداية ما مخلينها، وهو عدم اختيار مدرب للمنتخب الوطني أو للمنتخب الأولمبي، بالإضافة للقرار الأخير اللي صار أنه تسمية الكابتن راضي شنيش المدرب للمنتخب الأولمبي والمنتخب الوطني، هذا خطأ آخر يضاف للأخطاء الماضية. نتمنى أنه بالفترة الحالية أنه ممكن حتى يعني موضوع واحد ممكن جانبي هو موضوع أموال المدرب العراقي، لما يطلع موضوع أنه إحنا قاعد نبحث عن أموال لجلب مدرب للمنتخب العراقي. الآن إحنا مقبلين على إقامة بطولة مثل بطولة كأس الخليج، لما الاتحادات الخليجية تسمع بأن العراق ما عنده أموال يستقدم مدرب. قال بطولة الخليج راح تصير عندنا. أنا أجيك هسه بالموضوع، أنه يستقدم ما عنده أموال يستقدم بها مدرب للفريق الأول، ممكن أنه نقدر نقيم بطولة تكلف أكثر من 20 مليون دولار،
ما نقدر صح؟ المفروض هذا كابتن انا بس يعني اقاطعك بهذا الموضوع. بطوله الخليج لحد الان اربع اشهر باقي لك، لا نعرف الاتحاد ايش قاعد يسوي، لا نعرف انه اكو موقع رسمي تسجيل للاعلاميين اللي هو لازم قبل اربع اشهر وخمس اشهر لازم انه انت تفتح التسجيل، لا تعرف انه الفرق وين راح تروح، وكل شيء ما نعرف. لا هو بالنسبه لان هم تحسهم بانه يقول لك البطوله احتمال ما تصير عندنا، فما قاعد يدفعون بهذا الاتجاه. لا شوف، كل العراقيين نتمنى اقامه البطوله بالبصره، هذا واحد، لكن الاحداث السياسيه الحاليه والوضع الحالي الان انطفاء الكهرباء بالبصره بالضبط، هذه تبعث لك رسائل لكل دول الخليج انه من الصعب اقامه بطوله مثل بطوله كاس الخليج، ترى خاف نفكر البعض انه هي مجرد مباراه انه يجي الفريق يلعب ويطلع، لا لا، المباريات ممكن بها تصير احداث، ممكن على مثل ما انت ذكرت الخدمات اللي موجوده احنا لحد الان بالبصره، هو المجتمع البصري الان قاعد يعاني من مجموعه من المشاكل، على اي اساس انا تقام بطوله مثل بطوله كاس الخليج؟ فاجد يعني من الصعوبه ممكن اثناء الحديث نتحدث بهذا الموضوع، اما موضوع المدرب المنتخب لحد الان الموضوع مبهم. شنو دور اللجنه الفنيه ولجنه المنتخبات؟ انا هذا موضوع يعني جدا مهم واريد اعرفه. اللجنه الفنيه هي تقعد تناقش منهاج المدربين، لجنه المنتخبات شنو دورها، لجنه فنيه شنو دورها، اللجنه الاستشاريه شنو دورها، انا هذا اللي اريد اعرف. طبعا بالبدايه اعز العالم الاسلامي واعز العراقيين بصوره عامه من كل الطوائف باستشهاد سيدي ومولاي الامام الحسين ابو عبد الله الحسين. الامر الثاني حي كابتن حيدر صديقي اللي يعجبني جدا ويا ريت يتحول الى اعلامي احسن التدريب. اي هو احسن رجل صاحب داخل التدريب عنده انجاز. لا انجاز ان شاء الله، اتمنى له كل التوفيق والنجاح. يعني هو من عائله سليله بكره القدم، يكفي انه اخو عباس عبيد واحد من اساطير العراق. طبعا اعتقد انه اللجان في الاتحاد مختصره برئيس الاتحاد، يعني مهما عملوا يعني لا اللجنه الفنيه، انا اعرف بواسطه عملي، يعني اعرف واحتكاكي بالناس اعرف انه اللجنه الفنيه اذا سمت مدرب انتهى، يروح للاتحاد مجرد انه توصيه من الاتحاد يصدر القرار انه فلان مدرب المنتخب الوطني، وكذلك بقيه اللجان، لانه عضو الاتحاد مو يجي يشتغل ينسب ويجيب ويودي. واعتقد انه احنا كنا نعرف كل من عنده زين اسم داخل الأجندة ويطرحها داخل من أجل أن يفرض على المنتخبات. يعني وده نشوف أنه عملية التسمية يعني أصبحت جدا عسيرة، لأنه الآراء داخل الاتحاد العراقي كرة القدم آراء متضاربة. يعني هسه لو جينا مثلا جينا على المنتخب الوطني نشوف أنه صارنا أنتم تقولون شهر، يمكن لا يا شهر، لا عزيزي، من لا هو احنا بدينا، انا اتكلم لك من بدينا، من اقاله لا كاتنج. لا مو من اقاله كاتنج، قصدك من اقاله بيتروفيتش؟ لا كاتنج. كاتنج كاتنج انا هذا الموضوع انا هو المفصل اللي جاي اللي خرب الموضوع. استاذ رائد، نعم. انا جاي اقول لك انه من يوم اللي اعلنوا الاتحاد نهايه هذا الشهر ونهايه وبدايه هذا الشهر ومنتصف هذا الشهر، وهي صار لنا يمكن شهر احنا بس البرنامج نحكي على منو المدرب وشون، ونقول لهم يا اخوان ترى الحلول هاي امامكم، واحنا جاي نطرح حلول بالبرنامج. ثاني لا جاي اطرح حلول، نناقش ماده بس نطرح حل. استاذ داود انت اعرف مني بهذا الموضوع، مدرب المنتخب الوطني مو يعني انه يجيب له 22 لاعب من الدوري يدربهم، لا، مدرب المنتخب الوطني مسؤول وضع المناهج والخطط للمنتخبات كافه، بدءا من منتخب الناشئين وانتهاء بالاولمبي، مسؤول عن وضع الخطط توحيد المدرسه التدريبيه الموجوده بالدوري العراقي، موجود مسؤول عن انه شلون يقام الدوري 20 فريق يفيدني انا يخدمني كمدرب منتخب وطني. هذا دا احكي لك، انا دا احكي لك من منطلق الاحترافيه بين قوسين. مدرب المنتخب الوطني هو اللي يوجه شلون الكره العراقيه شو تسوي، وين معسكراتها، يضع الخطه الخمسيه. يعني انتم قلتوا سنه سنتين، لا انا اعترض، اقول اكو خطه خمسيه وعشريه وعشرين سنه. اذا تريد تنجح اول مره ابني بالخمسيه حتى تقدر تبني اساس، تبني اساس حتى تروح للعشريه. مو احنا يمكن الكابتن وجنابكم الكريم افهم مني بهذا الموضوع، احنا بدينا بال 78 خطه حتى نروح لكاس العالم، مو
بال 86 احنا بكأس العالم. ليش؟ لأنه قام الاتحاد يسوي منتخبات أليف وباء وجيم ودال أي بي سي دي، هاي كانوا يلعبون وكان يسوي منتخبات يدزهم للسويد، وكان يسوي منتخبات يدزهم لفنلندا، وكان يسوي منتخبات يدزهم سنغافورة، مو صحيح كابتن؟ صح. وطلعت منها عمالقة ونجوم إلى أن وصلت أنه نغلب السعودية المتطورة اللي كانوا يصرفون في ذاك الوقت ملايين دولارات على منتخباتهم، نغلبهم بكل سهولة، نروح بكل سهولة بملعب الملز يجيهم لاعب مثل باسل جورجيس يراوغ له 5-6 ويطبع الجول شو يراوغه ويقول هيك. الكره العراقيه الان متخبطه. ليش متخبطه؟ لانه الاتحاد العراقي اللي هو قائد قائد الكره العراقيه عنده 100 راي داخل اللجنه العموميه مالته، عنده 100 راي داخل اعضاء الاتحاد، عنده 100 راي كل من مثل ما قلت اكو اسماء، يعني اكو اسماء كنت اتمنى انه أن تبقى بأنديتها، لأن إنتاج اللاعب داخل النادي أفضل من إنتاج اللاعب بالمنتخب الوطني. مو؟ زين. يعني أنا هسه أوكي أنا وياك بهذا الموضوع، بس أكو سؤال للكابتن حيدر. هسه إحنا نجي نقول يا إخوان ترى هاي لجنة المنتخبات تقابل، ولجنة فنية ومدير فني يقابل، بس تروح للاتحاد من يطول أسبوع يسويها هيج. أحسنت. منو عندك؟ منو عندك؟ هي. تصويت على فلان، تصويت على فلان، أوكي على فلان مدرب. هاي التوصية اللي جابوها من اللجنة الفنية لجنة المنتخبات، اكو هاي الآلة، شايف هاي الماكينة اللي تثرم الأوراق، هو ذبوها هناك وراحت انتهت. مثل ما يقول لك نقعوها وشربوا ميها. لا شوف انا بعد حتى اوجه رسالتي للجنة اللجنة الفنية والمدير الفني ولجنة المنتخبات حتى المستشار. والله كل اللجان استاذ اول هو بالبداية لازم يصير تقييم وكأنه جرد لكل المدربين العاملين بالدور الممتاز، اوكي؟ هذا واحد. الشيء الثاني يعني وفق احصائيات انه المدرب الفلاني لما انا اريد اجي اختار المدرب الفلاني للمنتخب الفلاني اجي عندي شروط وضوابط على ضوها انه اشوف المدرب الاخر سنتين ثلاث سنوات شنو اللي محققه، صح لو لا، فريقه مسوي بيه نقله او ما مسوي بيه نقله. الشيء الثاني من اللجنه الفنيه قاعد يحضر تدريبات بعض المدربين الكبار حتى يقدر على ضوء التدريبات يقيم هذا المدرب او ذاك المدرب. ماكو احد احنا نجي الامان غير انا قلت لؤي صلاح واحمد، خلي احكيها هيك بالجو، انا قلت احمد عبد الجبار ولؤي صلاح راح يستلموا منتخبات، انا هذا اللي توقعته حسب ما شاهدت هذا الموسم، مع احترامي لبقيه المدربين، لكن كانجاز وصلوا مباراه نهائيه ويعني وصلوا مباراه نهائيه كاس. اي احنا شوف احنا مو قلت لك احنا مثل ما قال الكابتن ممكن انه يعني انا اقصد ايه اكو بعض الاسماء وانتم كطاقم كامل استاذ داول اكو بعض الاسماء اللي موجوده وكانه عندها حصانه انه يجب انه تدرب بالفتره الحاليه بالمنتخبات وتدرب بالانديه الجماهيريه. خلينا نكون واقعيين نتحدث بكل صراحه، رغم نتائجهم بعض المدربين نتائجهم اللي هي غير ملبيه للطموح، لكن بعض عقليات الادارات اللي موجوده بالانديه الجماهيريه وببعض الانديه الغير جماهيريه انه يعتمد على شخص يعني يجي ما يفكر انه هذا المدرب قبل سنتين ثلاثه شنو اللي درب ايش سوى شنو انجازات حتى باختيارات اللاعبين. الان تشوف بعض الاحصائيات اللي تقول عليها مخيفه، لاعب يسجل هدفين في موسم واحد يجي الموسم اللي بعدها يرجع لفريق جماهيري يوقع ب 500 مليون صح على مو واكو لاعب يلعب مثلا على سبيل المثال في نفط الجنوب سجل 12 هدف او 13 هدف لكن نشوفه ينتقل بهاي الانديه الضعيفه، يعني دليل على انه الادارات لا قاعد تختار لاعبين صح. بشكل جيد وفق احصائيات فقط ولا اسمع. تختار مدربين كابتن، اكو بعض المدربين لما هذا الخلل بالاداره كابتن اكو بعض المدربين ابسط مثال مو لما كان الكابتن احمد خلف مو دفاعنا عن احمد خلف اول 7 مباريات متعادل مباراه وفايز 6 مباريات لكن كل الجمهور ما متقبل احمد خلف، ليش؟ اجى المدرب اللي بعده ما حقق نتائج ايجابيه، اجى المدرب اللي بعده ما حقق نتائج ايجابيه، صح؟ صح. والقوه الجوي وين صار؟ احنا ما عندنا تقييم وفق احصائيات، اذا كان بالمنتخب كون على ثقه، مع اعتزازي واحترامي لبعض لبعض الاشخاص لا فريق كبير تيم هاك كابتن بعض الاشخاص اللي موجودين باللجنه الفنيه كون على ثقه، واذكرها بعضهم ما يعرف بعض المدربين العاملين بالدوري. وخذ من عندي يسمع بالمدرب الفلاني صاحب شخصية قوية صاحب تاريخ ممكن بالفترة الماضية حقق بعض النتائج الإيجابية لكن النتائج يعني لكن النتائج استاذ داود قبل 7 سنوات ممكن المدرب الفلاني محقق إنجاز معين لكن الفترة الأخيرة هو فشل ما يعرفون أنا أقول لك
يعرفون هسه حيدر يدرب؟ لا مو ما يعرفون، ما يعرفون لا بعض كون على ثقة. قسم من عندهم حتى مباريات الدوري ما يتابعونه، وانا مسؤول ما يتابعون كابتن. كابتن حسب التزاماتهم، هذا واحد. الشيء الثاني ترى العمر له دور كلش كبير، مو لو لا خلينا نكون واقعيين. يعني احنا بعض الاعضاء اللي موجودين باللجنه الفنيه مو متابعين للرياضه، مو متابعين لكره القدم، ومو متابعين للدوري، مو متابعين للدوري. كابتن احنا البلد، لا لا لا، احنا البلد الوحيد اللي ما بتجديد دماء. احنا ما عندنا ثقه هسه، ما عندنا ثقه نعطي المدرب الشاب. اني يعني سؤالي لي عباره كابتن، لا لا تفضل. طبعا اني اقول عندي فكره وانتم طارحها بهذا البرنامج، انه من الـ من الـ من الخطا بين قوسين انه نجيب مدرب يدرب دوري درجه ممتاز يجيبه للناشئين وللاشبال. يعني هذه كارثه حقيقيه، لانه التعامل مع الناشئين والاشبال يعني يحتاج له الى ناس متخصصين. يعني اكو ناس ما دربوا بالممتاز، وهم عمالقه، يعني عمالقه في تخريج اللاعبين. يعني ممكن انه درب موسم موسمين شاف نفسه مو هذا مكانه، مو هذا مكانه مع الفئات العمريه، مع الفئات العمريه مو هذا مكانه بالدوري الممتاز، رجع للفئات العمريه. الفئات العمريه تخصص، اكو ناس دا تنجح بالفئات العمريه، يعني اكو ناس دا تعطيك لاعب. يعني هسه انا خليني اقول لك، عامر قاسم اخذ لقب مع الزوراء، مدرب فئات عمريه، مدرب شباب ضياء كاظم مع الطلبه. عندك محمد رائد خليل ويا الطلبه، عندك محمد عبد الحسين ابو الميناء اخذ دوري الشرطه، علي محمد زين. هذول شو يتدربون؟ شنو طموحهم؟ وشنو طموح هذا الاستاذ المدرب؟ يقول لك انا اخذت دوري الشباب، وهذا الاخ ماخذ دوري الناشئين، وهذا ماخذ دوري الرديف. زين هذا شو وقت يدرب؟ واحنا خاف نحشي حكايه، لا هسه احكيها واني هاي، لانه كل من باللجنه الفنيه، خلي اكون واضح وصريح، واني دائما واضح وصريح، كل من باللجنه الفنيه مخلي له جو ابطا مدرب وأعضاء الاتحاد مخلي المدربين، وكل من أعضاء الاتحاد أيضا مخلي جو أبطى مدرب. فلذلك تشوف العملية تضيع، العملية تيه. أنا أتحداهم الآن يقول لي أنا ما لي علاقة بهذا المدرب، يعني ما معقولة. يعني تجيك أسماء أنت ما سامع بيها، يعني اللجنة الاستشارية، عذرا ما دام صار الحكي عن المكشوف وطق الطق، موضوع اللجنة الاستشارية ولجنة المنتخبات إذا أكو، ولجنة فنية إذا أكو، مع احترامي للبعض وحتى كلهم واحترامي لهم كلهم كشخوص، لكن شنو فائدتكم إذا أنتوا قراراتكم ما تمشي على الاتحاد؟ شنو فائدتكم إذا أنتوا استشاراتكم للاتحاد ما تمشي؟ زين؟ والاتحاد زين، راح أعطيكم هاي حتى أنتوا اللجنة الاستشارية كلكم، كل أعضاء اللجنة الاستشارية، دكتور يعني دكتور صالح راضي، انور جسام، كابتن انور جسام، الكابتن حسن فرحان، والدكتور نزار اشرف. الاربع مدربين اللي اعلنت عنهم هنا بالبرنامج ولا واحد من عندهم فاتحوا الاتحاد وخلص اجتمعتوا وصفيتوا سيفيات هيك راحت. رئيس الاتحاد اكو مدربين بباله وقاعد يتواصل وياهم وقاعد يتصل، احتمال الايام المقبله راح يعلنون عن المدرب. زين اكو مدرب هو بباله يريد يجيبه وخلص، اكو ناس خابرها واتصل بيها واتفقوا وكملوا. زين اكو مدربين ابدوا موافقتهم مو من ضمن الاربع مدربين اللي انتم رشحتوهم، وين دوركم هنا؟ اذا هنا الاتحاد، اذا انتم رايحين بس على راتب ورايحين فقط بس على انه اني عضو لجنه استشاريه وهذا الاخ اني عضو لجنه فنيه واني اقعد ويا فلان واقعد ويا فلان، لا، ذبوا استقالاتكم وقعدوا ببيوتكم حتى نعرفكم انه انتم ناس محترمين ولكم تاريخ ولكم سمعتكم. لان اذا الاتحاد اليوم مالي بمكان والمكان هذا ما ياخذ برايي ولا ياخذ بمشورتي، لا، اذب الاستقاله واطلع واحفظ كرامتي واحفظ اسمي واحفظ تاريخي. زين؟ لا انا اقعد وارشح مدربين والاتحاد يباوع عليها يضحك يقلب الورقه، من عندك مدرب؟ انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ خلاص. زين ولجنه فنيه وحتى اللجنه الاستشاريه، فقعدوا وحفظوا كرامتكم وحفظوا تاريخكم وقعدوا ببيوتكم وقدموا استقالات. زين لان لا قاعد ياخذون برايكم ولا قاعد ياخذون اي طرح انتم تطرحوه. واليوم قاعدين ويا كابتن عماد محمد، انا البارحه حتى تعجبت، يعني قاعدين يعني الاتحاد ايش راح ياخذ بتوصياتكم مثلا؟ راح تقولوا له كابتن عماد، كابتن طلب من عندكم اوكي معسكر تدريبي، مو راح تروحون للاتحاد تقولوا له معسكر تدريبي؟ راح يقبل؟ راح ياخذوا برايكم كلجنه استشاريه او لجنه فنيه؟ لا والله ولا لا ولا راح ياخذون ولا يعبروكم. زين وزعلوا من عندي، انا اريد الزعلون،
ولا راح ياخذ برايكم. لا هو حتى الجلسه كابتن عماد يعني كانت يعني بها نوع من الفجوه بين المدرب والاتحاد، يعني كابتن عماد المفروض مقدم برنامج يشمل التصفيات الاوليه، يشمل بطوله العرب. مقدم هسه يجون يناقشوها. ليش يناقشوها؟ لان خسرنا بطوله العرب، انتم كلكم تقولون بطوله العرب هي بطوله تحضيريه، رغم انا اعتبرها هي البطوله الاساسيه، احنا باسيا ضعفاء، يمكن احنا باسيا الان يمكن نزاحم بوتان. يمكن نزاحم بنغلاديش، ممكن نجيب منتخب بنغلاديش نغربه، بس انه انت هسه تناقشه بعد شهر وشويه بطولته، وهسه تناقشه. انا متاكد انه اذا كابتن عماد يسمعني يا ريت انه يشوف انه هل هو قدم برنامج لبطوله اسيا، يعني شنو شغلته هسه مثلا. هسه كابتن عماد يطلب 6 مباريات مع منتخبات قويه، يقول لك انا مقدم المنهاج صار له فتره. زين وين كنتوا انتوا مقدمه قبل بطوله العرب؟ لا وين كنتوا ما تناقشوه قبل بطوله العرب؟ ليش ما تصرح مالته؟ اي عزيزي ادري، اذا هو مقدم ليش اللجنه الفنيه الان ناقشته؟ الان بعد ما صار رد فعل من الشارع، مو صحيح كابتن؟ لو انا غلطان من صار رد فعل من الشارع ليش ناقشته؟ لا هو المفروض بس اضافه، هو المفروض بعد كل مباريات، يعني من بدا كابتن عماد محمد بعد كل مباريات انا لما اريد اصحح فد خطا معين، ممكن كابتن عماد محمد راح بالتصفيات مثلا الفلانيه مال هاي البطوله، بعد ما يرجع انه ما ابقى انا اخليهن 4 مباريات 5 مباريات، ممكن بعد البطوله الاولى مثلا مباراتين اتناقش وياه حتى الاخطاء اقدر اصلحها قبل انه تتراكم، صح؟ المفروض من اللجنه الفنيه انه البطوله الاولى اللي كانت بالبصره مع الكابتن عماد محمد اللي حقق بها، المفروض بعد البطوله يصير مؤتمر اجتماع مع اللجنه الفنيه، شنو ايجابيات هاي البطوله؟ شنو سلبياتها؟ حتى نقدر شنو الخطوه التاليه غير حتى ادعم الفريق، شنو المحتاجه؟ شنو اللي احنا مشكلتنا شنو؟ فاز المنتخب خلاص انتهى الموضوع، حتى لو عندنا الاف الاخطاء، هاي بحكي لك حتى على مستوى الدوري خلينا نكون واقعيين. خسر المنتخب تلقى رئيس النادي يجي ومدير الفريق والمدرب يكون بوضع غير وضع، ونحاول انه نحمل الخساره للمدرب، هو هذا اللي قاعد يصير. الشيء الثاني انا اتمنى يعني من اللجنه الفنيه انه بالاضافه للكادر التدريبي اللي موجود اللي هو احمد كاظم والكادر التدريبي مالته، اضافه مدربين او 3 من المحققين انجاز مع الفئات العمريه، اجيبهم واستعين بهم، اولا يعرفون لاعبين الفئات العمريه كلهم. هذا واحد. هو ليش ذكرت هاي الاسماء؟ لنفس السبب اللي انت، لان هو يعرف ثق بالله. هسه اذا تجي مثلا ضيع كاظم تقول له اريد لاعب شبه يسار، يمكن يطلع لك 10 شبه يسار. اذا تروح مثلا العامر قاسم تقول له اريد متاخر او لاعب ليبرو اخر لاعب، يطلع لك 20. ليش؟ لان هم عندهم خبره. اتمنى من يعني الكابتن احمد كاظم انه يختار مدربين مساعدين ويا يساعدونه بالمهمه بالفئات العمريه، باعتبارهم هم اعرف بالفئات العمريه اكثر من الكابتن احمد كاظم، خلينا نكون واقعيين. وهي هاي المفروض خطوه من الاتحاد، يعني ما يحتاج انه الكابتن عماد يداعب هذا الموضوع. كابتن عماد، حتى كابتن عماد محمد، ترى عماد محمد بدايته مع الفئات العمريه ما درب، احنا كلتنا ما دربنا فئات عمريه، صح؟ خلينا نكون واقعيين. المفروض اني احنا مشكلتنا شنو؟ استعين باصغر شخص بالفئات العمريه في سبيل انه انجح. احنا عندنا بعض المدربين عندهم عقده انه ما يستعينون باحد، هي هاي العقده اللي موجوده. قسم من مدربين الدوري الممتاز ما يستعين باسم ممكن يكون لاعب منتخب ممكن ياثر عليه بالمستقبل. وانا لما اريد اجيب اختار كادر تدريبي، انا اليوم اجي مدرب اختار كادر تدريبي حتى لو كانوا اعلى من عندي فنيا، حتى في سبيل انه انجح. هو طيب هذا خلي اخذ استطلاع عدد من المدربين ليبداوا وجهه نظرهم حول المدرب المنتخب الوطني المقبل، هل هو محلي ام اجنبي؟ اليوم احنا مثل ما سمعنا وانتم من خلالكم كاعلام انه تخصص مبلغ للمدرب الاجنبي. انا اقول يعني وكل احنا نقول كاعلام كشارع رياضي كجمهور انه الاساس لازم نبذل الاساس. هذا المبلغ يعني اتمنى انه رساله للاخوان الاعزاء بالاتحاد العراقي انه يتعاقد مع مدربين من نفس المدرسه، الناشئين والشباب الاولمبي نفس المدرسه كمدرب اول، تضيف لهم ستاف عراقي، وبالتالي تتحقق الفائده. اولا انت مستعين بخبرات على مستوى جيد للمنتخبات، هم من نفس المدرسه، تاسس نفس المدرسه، المدربين العراقيين العاملين اكيد راح يستفادون من خبراتهم. يعني هو المسؤول على هذا الامر هو اتحاد كره القدم،
يعني لا أنا ولا أنت ولا أي شخص، لازم التخطيط يكون سليم والتخطيط صحيح. أنا تمنيت هالفترة كلها يعني مدرب محلي، يعني أنا أتكلمك صراحة عندنا مدربين محليين على مستوى عالي، يعني كابتن باسم قاسم، كابتن حكيم، كابتن راضي، عبد الغني شهد، هواي أسماء باستطاعتها قيادة المنتخب، خصوصا هسه الفترة يعني المدرب الأجنبي مبتعد ولا أكو دوره موجود، من يقود هاي الفترة؟ يعني ما يقدر يقود هاي الفترة غير المدرب المحلي، لأن يعرف اللاعبين كلهم. أنا برأيي الشخصي أصلح واحد بهذه المهمة هو المدرب باسم قاسم. بالبداية أنا قلبا وقالبا مع المدرب المحلي بصراحة لعدة اعتبارات، يعني لا مجال لذكرها الآن، لكن المدرب المحلي هو أعرف بظروف اللاعب العراقي. المدرب الأجنبي يا أما يكون على مستوى عالي ويا أما ننطيه فترة طويلة لمدة 3-4 سنوات، وبصراحة من حاسبه، وإحنا جمهورنا صعب ما يتحمل إنه هاي المسافة الطويلة. أما خلص على المدرب المحلي اللي هو أعرف بالدوري العراقي. بصراحة ضيعنا 4-5 أشهر من عمر المنتخب بدون مدرب، وهاي حالة سلبية على الاتحاد. شكرا لكل مدربينا. استاذ رائد، اوكي نبحث عن مدرب اجنبي حاليا، مدرب محلي خليه يستلم، وبعدها نبحث على مدرب اجنبي على راحتنا، على راحتنا. وبطوله الخليج باقي لها 4 أشهر، وبطوله اسيا وراها، ولا مباريات وديه ولا هاي، راح يجي المدرب هم ينطوا الاسماء ويقولوا له يلا. هي هاي مشكله، يطول الاسماء ويقولوا له يلا، ويتفاجئ بالمستويات الموجوده بالمنتخب. العدوى امامك هو يتفاجئ بالاعمار، هم بالضبط مدرب اذا ما يختار ادواته. بالمناسبه الاسماء تيجي من مشرف المنتخب، يعني مدرب اذا ما يختار ادواته ما يقدر يشتغل. يعني كاتانيش ترى ما حقق نجاح، وكنا مكلبين بكاتانيتش الا ترى يمكن تصفيات كاس العالم من غلب ايران وصدر مجموعته. حسينا بعمل كاتانيتش، ترى قبلها كاتانيتش فشل بكثير من الامور، فشل بكاس الخليج بالبطوله صارت عندنا، فشل بغرب آسيا. لكن بالاخير من بقاوي انا سنتين ونص بالاخير بين ثمار عمله، عرف اللاعب العراقي، عرف شو يجيب، عرف شو يجيب، عرف شلون يشتغل. أنا حاجة وياه شخصياً، قال لي أنا أريد اللاعب اللي ينفذ فكري، ما أريد اللاعب الاسم. وهو هاي طريقة صحيحة، يعني هي هاي الطريقة الصحيحة. يمكن كابتن عباس قد يختلف وياي، لكن أقول له شنو رأيك بهذا الكلام اللي أطلقه كاتانيتش؟ يريد اللاعب اللي ينفذ فكرته، يريد اللاعب اللي يتحرك فوق ما هو مرسوم. رغم أنه أوكي، هسه أنا وياك أستاذ رائد، هسه أنا وياك بهذا الموضوع. أنت المدرب هم راح يجي، هل تعتقد انت عندك بطوله وديه بالاردن راح يروح بها الكابتن راضي شنيشل، ياخذ لاعبين وطني لاعبين اولمبي يروح يكمل هاي البطوله؟ زين المدرب هنا راح يجي، راح يتابع، راح يجيبه قبل هاي البطوله بعد هاي البطوله، يعني تجيب مدرب، ايش راح يشوف؟ ايش راح يشوف مدرب استاذ داوود؟ تجيب مدرب تلعبه ويا فلسطين والاردن وسوريا، لعبة واحدة. يعني هل من المعقول؟ احتمال لعبة واحدة، اي احتمال لعبة، بس انا اعطيك الفرق المشاركة حتى الجمهور عندك يعرف. مباراة ويا المكسيك، يعني هل من المعقول انه يجي مدرب على مستوى عالي وفكر عالي، ها يشوف مباريات مثل هيجي ويحكم على كرتنا؟ هل من المعقول مدرب يحكم على مباراة واذا فزنا نلعب نهائي يعود بيها؟ يا اخي خلينا نكون زين، والمكسيك احنا اذا والمكسيك مباراة المكسيك اللي راح تجي، منو قال لك احنا ويا غانا بطلنا احنا كانت غانا تريد ويانا مباراة او لغيناها بعد ما ادري هم يقولون الجانب الغاني لغاه، لكن انه المشكله شنو؟ المشكله انه احنا ما نعرف نخطط لي قدام يا اخوان. والله العظيم مو شغله مدرب، شغله تخطيط، مو شغله مدرب. أوكي، شغله تخطيط. أوكي. كابتن حيدر، احنا هسه اذا نتكلم على المدرب وراح نقول انه المدرب هو اللي راح يجي الفتره هاي الحاليه، هسه اوكي نروح ويا المحلي نعطيه فرصه مثل اللي غايد بطوله لا هو احنا صرنا بعد قدام الامر الواقع بعد احنا هاي البطوله، ترى حتى بطوله كاس الخليج المدرب اللي راح يجي اولا الانديه راح تبدي اعداد، صح؟ زين
اغلب الانديه ما راح تعطيك لاعبينها، خلينا نكون واقعيين، يعطونك لاعبين قبل نقول 15 يوم. حلو وياك. 15 يوم المدرب الاجنبي اللي راح يجي. فعليا دخلت ترى مرحله اعداد. مو صح لو لا؟ بديت ولا بعد؟ احنا راح نبدا بعد. الاسبوع الماضي بدوا الناس. اكو ناس بدت 2-8. اكثر الانديه ما راح تنطي لاعبينها صح؟ المدرب اللي راح يجي خلال فتره 15 او 20 يوم قول قبل شهر. يعني هل معقول انه باللاعبين اللي موجودين الان بالمنتخب الوطني راح يقدر انه ممكن هو خلال شهر ممكن يريد يعرف اسمائهم صح ولا لا؟ خلينا نكون واقعيين. اي يراد له شهر اقل شيء. الشيء الثاني شهر اولا يحتاج لنا مباراه وديه على مستوى عالي مثل ما قال الكابتن. اربع مباريات. صح احنا ما نقدر نلعب يعني هذا هم يعني نداء لرئيس الاتحاد الاخ الكابتن عدنان درجان. احنا المفروض نطلع من هذا الـ هذا الـ هذا الـ هاي الدائره الاقليميه اللي تحيط بينا، احنا لازم نطلع من عليها. موضوع مباريات مع الاردن ومع فلسطين ومع احنا المفروض انه نتعامل لنا ويا شركه تهيئ لنا مباريات على مستوى عالي وفق انه ندفع اموال. احنا مو بلد فقير يا اخي، احنا هاي المشكله المعضله اللي عندنا موجوده انه البلد ما بي والبلد ما بي، بلد ما بي فلوس شلون؟ يعني تريد تقنع لك واحد مثلا النفط 130 دولار 120 دولار مصدر 4 ملايين، هذا الشهر راح 10 مليارات و648 مليون دولار واردات النفط لشهر واحد والقبل 11 احسب على 12 شهر يعني الميزانيه حالنا حال السعوديه فول. نطلع بالاعلام نقول احنا ما عندنا فلوس، مو هي هاي الكارثه، هاي المشكله الحقيقيه اللي قاعد نعاني فيها. والله هي المشكله هاي مو هالاجيال القادمه. المفروض التخصيصات التخصيصات الماليه ما لها علاقه انه بوزاره شباب، اكو تخصيص مالي لبطوله معينه، تخصيص مالي للدوري هالقد، للمنتخب الوطني هالقد، ميزانيه منتخب السعودي، نادي الهلال اجى لعب ويا نادي النفط لما لعب بربيل ميزانيته 98 مليون دولار كابتن، نادي واحد بالسعودية، وإحنا الآن قاضين الدنيا على نادي الشرطة نقول ميزانيتهم 10 مليارات وما يصير ولا شو ما يصير؟ عم خلي يأخذون 20 مليار. مو صحيح ولا؟ بس يقدم لي لاعب للمنتخب. هو هذا اللي يريده. ليش وقت نبقى بهذا الموضوع ما عندنا فلوس ونطلع بالإعلام؟ أولاً نتعامل لنا ويا شركة تسوي لنا مباريات على مستوى عالي على وفق. موجودة شركة هذا كل كلامك هذا احتفظ من نفسك. زين لا راح يسمعك ولا راح ياخذ برايك، خليني اقول لك اياها هيك. احنا اللي قاعد نحكي هنا جاي ننطي حلول، هذا الحل اللي انطيته هسه. انت تلعب ويا مباريات حسب المعطيات، احنا ما نقدر نجيب هسه مدرب، ما نقدر نجيب استاذ داوود، راح يوم يخابرك يقول لك على كتيدك اللي يحكي، ما نقدر نجيب مدرب اجنبي. ليش ما نقدر كابتن؟ لا الفتره الحق. لا هو الفتره الحاليه لا بسبب الفتره، انا اريد اعرف بس الفتره. لا لا شنو الفتره؟ ليش الفتره؟ اذا عندك فلوس عندك مثلا 7-6 مليون دينار، اذا انت عندك فلوس خلاوات العبد، ترى مليونين دولار ما تجيب لك مدرب طبعا. والجماعه وين يروحون؟ يروحون اسماء وصماخات كبيره. عمي عندك 8 ملايين دولار تجيب مدرب وغصبا عليه، وثانيا اكو شغله. اي احنا ما عندنا فلوس كابتن، انا قاعد اقول لك احنا وفق ما عندنا. لان لا استاذ علي رياح طرح موضوع ذاك اليوم وياي، قال هاي المليار 3 مليارات، هاي المليونين دولار وكسر، قال شويه مليونين وشويه بيها 100 الف مليونين و100 اي مليونين و100 نجيب بيها مدربي فئات عمريه مشرفين يكونون، وهذول يسوون لنا قاعده، لان احنا بدي من القاعده حتى نوصل للوطن، والوطن يجيب لنا بعدين مدرب. والله عندنا كفاءات جدا تشتغل بالدوريات، عندك مهدي عبد الصاعد يشتغل بالاتحاد السويدي كره قدم، مدرب فئات عمريه ليش ما يجيبوه؟ وهواي عندنا اسماء ما انزل الله بها من سلطان ممكن اجيبها. انت تدري الفئات العمريه ايش قالوا يعطونهم رواتب لو متى؟ وين هو اذا ينطون؟ لو رئيس النادي يجيب مدرب واحد من اقاربه يقول له التجهيزات والماي عليك. ليش؟ والله العام تدري لو ما تدري العام انا حاضر الزوراء ما مستلمين صار لهم سنتين كابتن مدربين الفئات العمريه انا العام العمريه ما زال العام دوري التاهيلي يعني واصل تاهيلي يغلب يروح الممتاز. تدري المدرب شو يقول لي؟ يقول لي هذا الفريق مالي وانا مسويه والعب باسم النادي وانا اجيب لهم دريسات وانا اعطيهم رواتب، لعد انت ابو النادي شكون فتح نادي؟ اي والله عشان يطبع بالطوبة، هو هذا بالطوبة هو هذا بالطوبة. اكو يوسف الماجدي ملاكم عراقي حقق انجاز بوزن 71 في بطولة العرب، حصل على الميدالية الذهبية بدعم قليل وبدعم بسيط، واقول لك يا يوسف يعني مبارك لك هذا الانجاز كونك حققت ميدالية ذهبية، فاتمنى من اتحاد الملاكمة اللجنة الاولمبية وزارة الشباب والرياضة تهيئة هذا البطل بانه يكون عندنا هيجي ابطال
يحاولون انه يكونون متواجدين في الاولمبيات المقبله. فزميل احمد سعيد التقى بي اليوم وزاره، خلينا نتابع بعد وصوله طبعا الى بغداد، خلينا نتابع. حياكم الله مشاهدي برنامج هاتريك. تواجد حاليا في منطقه الاورفلي بالعاصمه بغداد بهذا المنزل اللي يتواجد به بطل عراقي جديد اصبح حديث الاعلام والشارع الرياضي والجماهير بعد الانجاز اللي حققه في بطوله العرب للملاكمه، البطل العراقي اللي قطع الاف الكيلومترات من امريكا الى مصر كي يرفع علم العراق عاليا. تعالوا ويانا خلينا نشوف قصه اللاعب العراقي يوسف الماجدي وعائلته الابطال اللي يلعبون في نفس اللعبه الملاكمه. احنا اجينا للعراق، سمعنا اكو بطوله بمصر، فاجينا من امريكا نسوي اختبار ويا المنتخب. انا عبالي كل اوزان من العراق بالشباب راح يروحون لهاي البطوله، طلع اخر شيء مصر ما اعطوهم فيزا، فانا رحت وحدي بالجواز الامريكي. طموحي ان شاء الله اريد ابقى اتنازل باسم العراق بطوله العالم الجايه. ابو يوسف بالبدايه ابارك لك هذا الانجاز اللي حققه هذا البطل، وانت بكل تاكيد كنت جزء كبير من هذا الانجاز، يعني اللي سمعناه حتى انت كنت مدرب بالنسبه ليوسف بالبطوله. صحيح، مثل ما قال يوسف كان المفروض المنتخب العراقي كله يروح، فما اجت الفيزا، فصراحه اقترحت عليهم انه عندي جواز امريكا اقدر ادخل مصر ونشترك بالبطوله، والسيد علي تكليف رئيس الاتحاد بصراحه وافق على الفكره فرحنا. شلون تعاملتوا يا موضوع يعني مشاركه يوسف وحده بالبطوله؟ ضغوطات كبيره كانت عليه، يعني كان ويانا مدرب جاي من امريكا التقينا بهنا، بس كنا بس ثلاثتنا نمثل العراق. بعد اول نزال الجمهور العراقي بدا يتفاعل بشكل كبير، يعني هذه الامور كنت تنقلها ليوسف؟ ما توقعنا هيك تكون الامور، فانا كنت بالبدايه خاصه قبل اول نزال لما نشرنا يوسف عنده نزال وي ضد اللاعب الاردني، صار تضارب بالحديث والمعلومات بانه المشاركه على حسابكم الشخصي. يوم امس اتحاد الملاكمه يعني نشر بيان بانه هو من تحمل تكاليف هذه المشاركه. يعني بس ان شاء الله احنا نلتقي ويا الامين المالي ونعطي الوصولات واللي صرفنا عليه. لحد الان على حسابنا انه نطوي يوسف هديه بالمطار. انا بس اريد احب استغل من خلال قناتكم انطي نبذه مختصره عن الابطال. انا عندي 3 ابطال بدينا لما هم 4 سنين، معناته هم متاسسين صحيح. الملاكمه بامريكا مو مثل الملاكمه بالعراق، يعني فارق انه التمرين مالتنا يختلف، تمريننا يومي، بطولاتنا مستمره. عدي يوسف يعني لعب للمنتخب الامريكي واخذ برونزيه ببطوله هنغاريا الدوليه، علاوي لعب للمنتخب الامريكي ببطولتين دوليه واخذ فضيتين، يعني ببطوله امريكا وبطوله امريكا الجنوبيه والشماليه واللي يسموها بان امريكا. حسب هذه المعلومات عندهم فرصه بانه يبقون مع المنتخبات الامريكيه، لكن انت فضلت جيبهم للعراق. بصراحه رغبتي ورغبتهم، وخاصه بعد ما يوسف شاف التفاعل مال الناس، يعني حب الجمهور، شاف الناس واهتمامهم على السوشيال ميديا، فيعني لعبه فتشي بمخيله يوسف انه شاف التفاعل شلون يكون. علي تحدث لي، لا خليك ابو يوسف، تحدث لي عن وضعك ومشاركاتك في امريكا، وإذا كان هنالك حديث يمكن عن دعوتك للمنتخبات الوطنية العراقية. علي الماجد، يعني بطل أمريكا وبالمنتخب الأمريكي بوزن 92، أنا بطل أمريكا 3 مرات ولاعب المنتخب الأمريكي جاي برونزية بلعبة اسمها بان أمريكان جيمز بأمريكا كلين نورث إن ساوث أمريكا. أنا فرحان هو أخوي جاب ذهبية، يعني الناس مو يرفع بس اسم العراق، اسمنا إحنا همين. أنا همين أريد همين شلون يوسف سواها لعب بالمنتخب، أنا همين أريد هاي أسوي همين أرفع اسم العراق، وهمين تجيني فرصة ألعب باسم العراق إن شاء الله على الأولمبيات أرفع همين اسم العراق. أحب أقول لهم همين إحنا نشكركم شلون شجعتوا أخوي وشجعتونا إحنا كنا، وإن شاء الله همين أنا تجيني فرصة أرفع اسم العراق بطولة همين يمكن مع العالم أو بالأولمبيات. اسمي أحمد الماجري، بطل أمريكا 14 مرة، عمري 15. فرحان إذا يعني أحب أقول يوسف أخوي فاز بطولة عرب، شيء حلو. أحب أمثل العراق، إذا تجي فرصة ألعب لهم وإن شاء الله
ألعب. طبعا سعداء وفخورين بالبطل يوسف حقق هذا الإنجاز اللي من خلاله قدرنا نشوف فرح الناس من خلال الاحتكاك بهم ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال قناتكم الموقرة. أحب أشكر كل الناس اللي ساهموا بهذا الإنجاز، أولهم يوسف والشباب أصحاب البيجات والمواقع والصفحات اللي بصراحة يعني ساندونا كثير، واللي خلي عيشت يوسف بالحالة لأن نقلت له تغريداتهم ونقلهم للحالة ومشاعرهم اللي لعبت دور ودفعت يوسف أنه يقدم أكثر. فشكرا لهم وشكرا لكل واحد، شكرا لكم لزيارتكم وشكرا للجميع. شكرا للزميل أحمد سعيد وكل التوفيق ليوسف الماجدي وعائلته. وعلي أخوه أيضا هو لاعب ملاكمة، وأحمد أيضا عندهم أحمد 14 بطولة، أخوهم 18 أقل، أخو 15 سنة 15 ثلاث مواسم بطل أمريكي. يعني هذول يعني هسه كان يقول كابتن حيدر يقول هسه إذا الخليج يسمعونه يعني ملاكم رايح على حسابه للبطولة شلون يخلونا ننظم بطولة الخليج؟ ها؟ الحقيقة يعني هاي إذا يشوفون يعني إذا يشوفون هيك شيء ايش راح يقولون؟ ايش راح يقولون؟ حقيقه مبارك لنا، يعني هذا نفتخر به احنا كرياضيين بكل الالعاب، يعني هذا انجاز يحسب للعراق، يعني ورجل صاحب وطنيه كبيره، ترى خلينا نكون واقعيين، مو اي شخص يقدر يجي من امريكا على حسابه الشخصي بالوضع المادي اللي معروف بامريكا انه ضرائب وكذا والوضع المادي تعبان، يجي من امريكا ويجي لبغداد وبعدين يطلع لمصر وعلى حسابه الشخصي. حقيقة هذا إنجاز يحسب له، هو هذا صاحب الوطنية مثل ما نقول الحقيقية محترفين، احنا نقول عليهم محترفين لا محترفين ولا محترفين. دائما يقولوا لي انت مشاكس، اتحاد الملاكمة البارحة طلع بيان قال كله على حسابنا واحنا دزينا، زين هو الرجل ابوه هسه دا يقول كله قال جبنا الوصولات راح نعطيها لمين المال؟ زين 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 زين، هو اجى لبغداد قبل البطولة وسافر لمصر قبل ما تبدي البطولة، زين من اجى لبغداد ما التقيته به وعطيته فلوس؟ ما صدرت ولا امر ايفاد؟ يا اخي كافي والله، عندنا من الماجد تعرف شنو؟ عندنا من الماجد عشرات برا، عشرات بالملاكمه بالمصارعه برفع اثقال بكره القدم، هسه كره القدم ما ردعت بيها. يقول انا مو على مد فلوس والده ترى. لا لا انت سمعت ايش قال؟ قال انا جيت على مد العراق، هم يلعبون منتخبات امريكا. ايه وامريكا يعني اللي هي الملاكمة اللي يجب ان يقيم هذا، تقام الاحتفاليه ويعطونه جائزه اكثر من المبلغ اللي راح يعطوه. اقول يوسف حبيبي اذا تشوف الحلقه ترى راح يكرموك ب 500 الف لو 250 الف، يعني تقريبا 160 دولار صلاحيه رئيس الجمهوريه. 500 الف ايش قد تطلع؟ 400 دولار اقل ما اعرف. 350 دولار هاي راح ينطوك يا حبيبي، لا راح ينطوك مبالغ ولا تتوقع انه فرح. انا اقول لك يا حتى لا تنصدم بالواقع اللي احنا، لان ما عندنا فلوس، العراق ما عنده فلوس زين اللي يصدر 11 مليار مو اللي اللي, اللي على كل. انا اشكرك كابتن حيدر، شكرا جزيلا لك لحضورك اليوم، وشكرا لك استاذ رائد، شكرا لكم مشاهدي متابعتكم هذه الحلقه. يعني مشاكل الرياضه ما راح تخلص، ولا راح تخلص مناشداتنا، ولا راح يكون هناك تطور بالمستقبل بكل الرياضات، كرة قدم، ملاكمة اللي شاهدتوها، الطائرة والسلة. أنا السلة بعدين أرجع لهم يأخذون اشتراكات من الأندية، هاي هاي مودة جديدة حلوة. أستاذ حسين العميدي شكرا لكم، إلى اللقاء.